السلام عليكم. السلام عليكم. اخوكم بن سميشة قادة من سيدي بن عباس فنان. هذا شرف كبير اللي عرضونا لهذا المهرجان اللي ما اول مره جيت له. الشيء اللي لفت الانتباه تاعي هي الشباب، يعني اون تري كروند انرجي، ومسرح الشارع في بيزر يبشر بالخير، وحتى في تونس وكاين لا رولاف ولا يعمرها دار، وبارك الله فيكم. شكرا. حسين بن سميشة ابن عمي قادة بن سميشة، مخرج عرض كافلة اكسبيريونس يعني انوليابل في بنزرت. كان من اهداف مشروع ولا تجربة عرض الكافلة اننا نشاركه في مهرجانات تونس، يعني والحمد لله توفقنا بالإرادة تاع الشباب الغنجاوة من مدينة سيدي بن عباس، وكان حلمنا أن يكون مسرح الشارع في مدينتنا في سيدي بن عباس، وهو أول عرض مسرح شارع في تاريخ مسرح سيدي بن عباس في الجزائر، وكان يعني أن بيت، وكانت إن ريوسيت أننا من بعد 40 عرض قدمناه في الجزائر نجو لتونس. وشي اللي عجبني كثير أنه مأمنين يعني بالمسرح الشارع رغم الظروف الطبيعية رغم المطر، ولكن الحمد لله يعني الشيء اللي شفته كاين جمهور اللي يتفرج العروض، وكاين ناس تجتهد، وعاش مسرح الشارع. السلام عليكم. نعيم محمد الأمين ممثل. باختصار الكلام، بنزرت تتنفس مسرح من ناحية الببليك، من ناحية الكوميديان، من جميع النواحي بنزرت مفعمة بالمسرح. السلام عليكم. أخ مليشي منعم محمد الأمين ممثل في عرض القافلة 15 دور الخديم. كان لينا الشرف أن العرض تاعنا يشارك في المهرجان الوطني لمسرح الشارع ببنزرت في الدولة الشقيقة جمهورية تونسية. باختصار الحديث نقولوا عاش مسرح الشارع. السلام عليكم. هشام سلامي ممثل في عرض مسرحية القافلة. نحب نشكر التوانسة على حسن الاستضافة وحسن الاستقبال، والحمد لله كان لينا الشرف للعبنا في تونس الشقيقة اللي هي أحبابنا وخوتنا، وعاش مسرح الشارع. شكرا. السلام عليكم. بوقوفة محمد أمين ممثل في عرض مسرحية القافلة. شرف كبير القافلة تكون في مهرجان الوطني لمسرح الشارع ببنزرت. نشكر كل اللي كانوا قائمين على المهرجان، وصافي بليزير للقافلة راها في تونس من الجزائر، عاش مسرح الشارع.